منى؟ 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 جايب لك ساعة. عرف حطب ما لو بالبيت كان رديت عليك. منى شلونك يا قلبي؟ بس دقيت عليك حبيت اقول لك اني مشتاق لك وبخاطري اسمع صوتك بس ما رديتي علي. سلام يا قلبي. هلا هلا يا قلبي. هلا والله. هلا منى. جاي ابكر. انا خلصت اللي عندي اليوم، انت ليش جايبك؟ ها؟ انت ايش جايبك؟
لا بس تنهث. لا بس شوي عندي ضيق بالتنفس. وينك الله يهداك؟ اتصلت عليك بكلمك ما تردين علي، ودزيت لك مسج بقول لك اني مشتاق لك، يعني حتى بلحظه رومانسيه ادق عليك ما تردين الله يهداك. على طاري رومانسيه، انا اتصلت عليك وانت ما رديت. والله؟ اي، ودزيت لك شيء بالواتساب هم ما شفته. اي والله سايلنت. مشتاقت لك. وانا بعد يا قلبي مشتاق لك. زين انا بروح ابدل. اي تعالى بسالك، احنا مو بنروح نتغدى مع خالد ولورا معزومين؟ اي بلا، بس تو الناس بروح ابدل اول. لا ليه 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 تبدلين؟ انا بتجداشتي من الصبح ما ابي ابدل، والله لبسي مريح ولبسك مريح. انا مو مرتاحه، وهذا صجعد من الصبح حست فيه حوسه اليوم. اي بس انا عاجبني اللون هذا اليوم بالذات، انا بخاطري تلبسين جاكيت الاسود مع جداشتي السوداء والمنقط الابيض، وايد عاجبني اللون. ناصر ايش فيك؟ ها؟ ايش فيك؟ فيك شيء؟ انا؟ لا بس الظاهر طاقة رومانسية عالية عندي شوي. تفضل أبدل؟ أوكي؟ طيب يلا. ما راح أطول. أدري هذا على حال المطارة هذه شلون صايرة؟ إلا طلول ما قلت لي. لا يبا. أنت متى تخلص من الكلية؟ يبا باقي لي كورس واحد إن شاء الله. أشوفك كله تروح وترجع وما أدري إيش عندك. اي هو كورس واحد ان شاء الله ويعدي على طول. ما شاء الله تبارك الرحمن. زين ما قلت لي. قولي با. الحين انت اذا ان شاء الله خلصت ان شاء الله من غير شر، ايش ناوي تسوي؟ ايش مفكر فيه؟ والله يبا عندي ثلاث خيارات صراحه. انا مفكر يا هندسه ميكانيكا يا طبخ يا محاسبه. طلول يا نيت انت. ليه؟ ميكانيكا ومحاسبه وطبخ. ايوه يا ولدي ايش هالحكي؟ اختار تخصصات يم يم. يبا ايش عرفك بيم يم؟ يم يم يعني ما ادري. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا خالد. هلا يبا. هلا يبا. هلا ابو اخوي. ما شاء الله. شلونك؟ تحب الكعبه ان شاء الله حبيبي. ها؟ زعلان ويا مرتك جاي تغدى عندنا؟ لا يبا لا. اساسا معزوم على الغداء انا ومرتي لورا وناصر ومرته. ها تصالحتوا ما شاء الله، يعني طاح الحطب. خلها على الله. ايه اقول طلول. هلا يبا. روح خلنا انا ويا اخوك خالد عندنا سالفه، وفكر. ها ايه. فكر وحط عقلك براسك، شغل مخك هذا ان شاء الله. شاء يم يم التخصصات ان شاء الله، مو طبخ وميكانيك ما ادري شنو. يلا سلام. اي والله. طلول شنو هذا التخصص اليم يم؟ طلول بي عنده تخصصات كل وحده الصوب ما ادري ايش. قول ايش عندك. والله يا ابو ما عندي شيء، بس خلاص مليت من هالسوالف والمشاكل اللي كل يوم قاعد تصير. والله يا ولدي يا خالد، انا زوجتك لورا ما اعرفها عدل، بس مستغرب شلون بتفرط بزوجها. يبا هو مو معناته ان احنا مختلفين ان خلاص كل واحد بيروح بدربه، بس انه المشاكل يوم عن يوم قاعد تزيد، وانا خلاص صرت ماني قادر اتحملها. بس بصبر بصبر شوي. زين تسوي، تريث يا ولدي لا تستعجل. يلا يا منى. هذه من صجها. انا بفهم شعرك ما في شيء، ليه هالتفلسف؟ انت لما تروح الحلاق مرتين باليوم في احد يقول لك شيء؟ لا اروح الحلاق مرتين باليوم قرد، انا اروح بالاسبوع مره. زين بس المهم انه ما حد يحاكيك، كل واحد كيف. انا صور زين. يلا لان تاخرنا عليهم. زين زين زين. يلا فيك نصور. هاو ممكن تعطيني اللي عندك؟ ممكن تعطيني اللي عندك؟ وشو اللي عندي؟ أبي البلاشر. وشو هذا البلاشر؟ المربع اللي بالجنطة مع الكابوكي. وش ما أنا ما أعرف ترى بسوالف المكياج هذا ولا أيوه هذا. المربع نصور مال الخدود هذا. هذا مال الخدود. ايه. والثاني. والكابوكي. وأي واحد فيهم؟ الفرشة الصغيرة. هذه. هذا الفلاشر وهذا أبوكي. بس يلا خلصني من الحلال. زين قاعد توترني نصور. بعدين ليه الجنطة هني؟ ترى مكانها غلط، ليه ما تشيلينها تحطينها على الطاولة؟ وين أحطها؟ ماكو مكان هي.
بس مكانها ترى والله غلط. انزين خلاص اشيلها. ايش فيك اليوم؟ ايش فيك اليوم؟ بضايق مضايق، فيني ضيقه بصدري، قلت لك من قبل شوي فيني ضيقه ضيقه واحس بلوع وما ادري والله. زين دام متضايق روح انطرني بالسياره على ما اخلص. زين نزل الجامات. بريث بريث. ممكن تشيل الجنطه من هنا عشان ارتاح؟ راح اشيل الجنطه نصور. خلاص روح انطرني، قاعد توترني. وانا مكانها موترني ترى. راح اشيلها. يلا بطلت بالسيارة بس مو متأخرين علي. زين ضيقة ضيقة زادت. سلامتك حياتي. عبدو قوتو في الجنطة، شيليها وشيليها. شلناها. كل أمي يما انا بحط لك مفتاح شقتي فوق التاير بعدين اقول لك ليش. اوكي ماشي يا نصور، ماشي يا نصور. تبي بريد قلت لي. هيلين، come to my room now. Bye. Come, Hélène. I want you to take this back to my car, huh? Yeah. نفسيات وما يتحملون. هاي يما قاعدين؟ هلا هلا حبيبتي، حوين رايحة؟ بس بعد يما أروح بيتنا، طولت عندكم وايد. طلعي يمين طلعي يسار، قولي لي صاير بينكم. مو صاير شي يما، بس يعني قلت أرجع بيتي وايد أحسن. تدرين بعد أنا وخالد متهاوشين متراضين متراضين متهاوشين، قلت أخذ أغراضي مرة واحدة. اي اكيد راح تحتاجيهم اكيد طبعا، بس مو هذا القصد، انا تعودت عليك. بعد عمري ما هم انا تعودت على القعده هني. بس لا تحاتين شكلي ردك لك قريب. لا يما اسم الله حبيبتي، انا مو هذا قصدي بس يعني. ادري يما ادري شنو قصدك، واصلني. بس عاد خالد كلمني وشرح لي، ان شاء الله عاد ما يرجع يكذب مره ثانيه. امين يا رب، الله لا يخيب ظنك فيها ماما. يلا يما تبين شيء؟ انا بمشي. ابي سلامتك. هيلين bring my jacket. باي 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 مامي. يا حبيبة أمك تحب الشو على مامتها؟ على عليك خالتي. شو ردينا؟
صار لي ساعة ناطرتك، أبيك تحكى، أطلب، سو أي شيء. إيش فيك بتنح؟ مو مشتهي شيء. وليش بالله؟ تغديت مع لورا. عشان كذي مالك خلق شيء ومنفس ومالك نفس؟ شوف فاطمة، أنا كنت جاي لك عشان بقول لك شيء، وطلعت من عندك مقتنع بشيء ثاني غير اللي كنت حاطه ببالي. ما أدري شلون، لكن ما أبي أكون سبب تعاسة أحد أو حتى تعاسة نفسي. ترى عادة تلخبط، لأنها مو أنا بعد، مو عارفة اللي قاعد أطلبه منك من حقي ولا لا، بس اللي عارفة أنه هو أنسب لي ولك. تروحين؟ أي سعيدين أهما اللي يأكلون آيس كريم يشربون عصير. إن شاء الله مرة ثانية. سارة اختي دازت لي مسج تقول تعال البيت، في اغراض وصلت لك. ليش انت طالب شيء؟ انا؟ على بيت اهلي. اي طالب، امس طلبت لهم بيتزا ببروني زياده واطرافها جبن. إيه هذا امس، اليوم طالب شيء؟ اليوم في اغراض طالبها من هذا جوري شريك. يا سلام. بس كنسلوه الاغراض. والحميمية جا باكر توصل. ليه؟ لا بس يعني ما ادري، احساسي يقول ان كنا سارة تبينا نروح ضروري نشوف شنو جاي، صح؟ ما ادري والله. وانا كذي كذي اصلا مشتاقة حق قهوة خالتي ومشتاقة حق خالتي، فخلنا نروح. اي صح؟ اي ماشي ماشي نروح. نروح الحين؟ يمدينا. خوش وقت. يلا. حلو. يلا نروح. حلو. الو. هلا يما حبيبتي، شلونك؟ واي هلا يما، هلا يما، قولي ايش فيك ماما؟ ما فيني شيء، بس حسبالي خالد اللي داق. عيل خالد وين؟ ايش دراني وينه؟ ما ادري. انزين دقي عليه. لا يما ما راح ادق عليه، اليوم سويت له مفاجاه، ما بدق عليه، ابي على راحته. ماما حبيبتي كافي، الله يخليك، لا تسوي مفاجاه ولا شيء، اخاف المفاجاه تعفسه وردت الفعل ما تعجبك. لا حبيبتي هالمره غير، السبرايز مختلف، لما يجي خالد ويشوف شو اللي مسويت له اياه
راح يطير من الوناسة راح تشوفين. حتى أنت يما راح صور لك كل شيء بسناب، بس مو الحين راح أنزله تالي. يلا عاد يما يلا باي باي، الله يخليك كاهو يا خالد يا باي. قول ولا شيء. تعالي قعد. شفت الأكل هذا كله؟ سويت لك إياه بيدي. الباستا هذه أورجانيك، حتى المشروم اللي فيها. تدري ايش كثر تعبت عشان اطلع لك هالوصفه؟ سرشت بالجوجل واليوتيوب عشان اطلعها، وما راح تذوقها بولا مكان. بس من يدي اكيد راح تسالني عن التشيكن بريست، صح؟ هذه التشيكن بريست مو اي تشيكن بريست، حاشيتها بالجبنه السويسريه. أنا اليوم ما بأكل، بس أبي أطالعك وأنت تاكل. لورا، عيون لورا. أنا وأنا أحبك بعد. أنا بنفصل عنك. أنا أقول لا. نتعشى أحسن، صح؟ ألو خالد، ألو
أنا آسف. ما كنت أدري إنك بتقولين إن لا أنا كنت أدري إنك ما عدت تحبني. بس ما بيك تحاتي. متعدلي. لا ظالم ولا مظلوم. أنا اخترت إني أبعدك عن حياتي. بس للأسف لقيت حياتي هي اللي تبتعد عني وانت اخترت تعيش حياتك مع أحد ثاني. كيفك؟ أراح أتدخل. زين ايش تبيني أسوي؟ توقعت انك بتكونين مرتاحة من غيري. كذاب. انت اخترت تعيش مع واحدة ثانية غيري. هناك لقيت راحتك. هذا الصدق. ما متراحل. بيتي. واللي تبي بيصير. مو حلوة وايد مو حلوة. يعني رفع شعرك سوي شنيو غير اللون بلون وايد حلو عليك. انزين لحظة هذه القصة. لا لا مو حلوة ما تعجبني. لا شوفي الألوان الشبابية نار. هاي شنو الألوان الشبابية الكيرلي حلو عليك سوي عنقوص. لا ماما ما حلو والله. معقولة يعني غيري خليش مثلي حب الحياة. هاللون اللون لا انا احب الشقرات خالتي بعد عشان عدنان يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا لورا. هلا حبيبتي. انا بروح فوق ارتاح شوي. ايش فيك وعسى ما شر؟ ايش فيك ماما؟ في شيء؟ يما هو اللي يعافيك انا وايد تعبانه ما بيتكلم الحين بعدين اقول لكم بعدين. لا اوفي قولي لي ايش فيك؟ يما هو اللي يعافيك. في شيء مع خالد متهاوشه وياه قايل لك شيء؟ يبا أنا وخالد خلاص قررنا نفصل كل واحد فينا يروح بطريقة. شنو هو؟ أنا اللي قررت هذا قراري أنا يبا. الله يخليك. أنا الحين أدق عليه. شغلة عندي. حسن حسن تكفى. حسن تكفى ولي سلمك. حسن ولي سلمك. خالد أدق عليه. حسن ولي سلمك. لا أرجوك حسن سمعتها 100 مرة تقول لا تتدخلون. اهدى وخل نعرف السالفة شنو. تكفى. هيا نصير خير. حسن الدعاء عندي. اهدى حسن الله يخليك. حسن ولي سلمك. المجوهرات اللي انباقت كلها هني خالتي. الحين هذا كلها ذهبك؟ كل القطع اللي انباقوا من المحل موجودين بالصندوق. ناصر انت بايق ذهب حرمتك؟ أعوذ بالله وش تقولين انت يما الله هداك؟ أجل وش موضوع الذهب والكلام اللي تقوله؟ سأليها هي. ناصر ايش قاعد تقول؟ منى لا تجننيني. الصندوق هذا كان بالبيت بيدي اللي حاطه وش اللي جابه؟ ها؟ القطع اللي انباقت شلون جت عندك ممكن افهم؟ مو مهمة شلون. المهم انت شلون جبتيها؟ الا مهم نعرف ذهب مرتك ايش جابه عندك؟ ليكون انت تعرف الحرامي. ايش تقولين انت يما؟ انا ابوك زوجتي يعني؟ شلون جت القطع عندك ناصر؟ مو على اساس انباقوا؟ شابهم عندك؟ وصح انباقوا بس اكيد مو نايمه. لا مو نايمه يما. انت ليش ما نمتي للحين؟ انا يا ماما بكل سهوله ما قدرت انام. أبوكي حاتيك روحي شوفي لورا. روحي اطمئني على لورا. خاف لورا محتاجة شيء. خاف لورا مريضة. خاف لورا تعالي. ما فيني شيء يما مو محتاجة شيء. يا ما في شيء. قال ويه قوس وقزح. ايش فيك يا ماما يا حبيبتي؟ أبوكي ضال باله عليك.
حبيبي يا يوبا. هاو يا حبيبي يا يوبا، وانا شنو ابجوره قدامك؟ انا هاتيج واحبك. انت الخير والبركه يما. تروحي يا ماما تجوا البنات، لا هاتين شي. يلا خالد. مشكور. تفضل هذا الكامبو وهذه دشداشتك. مشكور وما قصرت. اي شيء تبي دق علي انا فوق. اوكي مثل ما وصيتك. ها حاضر. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير. فعلا صندوق انا اللي كنت ماخذه، وأنا اللي حطيته في البيت، وكان فيه الذهب. نعم وأنا أدري، لكن أنا بصراحة كنت بخليه مفاجأة حق منى، بس هي الله يهداها استعيرت وخربت المفاجأة. في أحد يسوي مفاجأة كذي؟ أنت يصبري عليه، خليه يكمل سالفته بعدين تفاهموا. من كم يوم كنت طالع رايح مشوار قريب من البيت، رن تلفوني، تلفون أرضي ما أعرف هذا منو. أول مرة ما رديت، ثاني مرة ما رديت، ثالث مرة ألو هلا من معي؟ معك مخفر المنطقة. هلا والله، هلا هلا والله، علوم أخبار؟ طيب شلون، شو أخبار؟ سلام عادي يعني، مخفر داق على شخص أكيد بيسلم. المهم صاير على المخفر راجعنا، أنا خفت ترددت في البداية وقلت يلا توكلت على الله، ورحت المخفر قلت يمكنهم مكتشفين شيء. أول ما وصلت المخفر ولا اللي بالأحوال واحد من الربع، هلا والله شلونك طيب عساك بخير، وين ما جيت العشاء ذاك اليوم؟ المهم مالكم بالطويلة، حلينا الموضوع، قلت التزاماتي. قال لي أنت عندكم المحل المسروق؟ قلت أين؟ قال لي لقينا الحرامي وهذا الصندوق موجود وفيها الذهب. خدت الصندوق يلا فما لا تبي شيء؟ لا والله ما ابي شيء، بس المره الجايه تجي وانحك. المهم طلعت من المخفر رحت البيت، شفت ما في احد في البيت، تسللت وخشيت الصندوق. قلت ثاني يوم راح اروح المحل واخذ الذهب واحطه بالارفف وارد كل شيء بمكانه واخليه مفاجاه حلوه حق منى. اي والله لو انها صايره احلى مفاجاه. اي ما قدرت تنطرين يوم واحد بس؟ وانا اشدراني اشدراني عبالي يعني بيعلمني شلون اصير حريصة بالمحل فالدرس انتي علامتش ما تعرفي تسولفين، فهمني كلامتش. خلاص يما انا اللي بفهمه، الصندوق هذا وش جابه بيتنا؟ وش لون جهني الصندوق؟ الو هلا والله حلفين لا حول الله. اوكي 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 باي. الله اجركم. هي علامها تبكي. الوالده توفت؟ لورا وخالد توفوا، يبون يطلقون. لورا اللي سوت صيحه بعرسك ذاك اليوم. اي خالتي لورا 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 لازم لازم. ناصر احنا بنروح نتعشى صح؟ ها بنروح نتعشى الحين. متى؟ السوشي. المطعم. اي السوشي. خالتي ما يخالف سامحينا، انتم اخذتوني بالصيحه وقصيتوا علي بهالكلام. انا ابي افهم الحين الصندوق هذا من جاب البيت؟ العشاء. العشاء المطعم. المطعم. احنا نترخص. نترخص خالتي، وقت ثاني نجيك. ها وقت ثاني ان شاء الله. على خير. يلا سامحينا بعد.